الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معظم الأسئلة اليوم تجي على موضوع الزواج، يعني الخطبة والزواج والمهر والمشاكل الزوجية، يعني وهي لازم نهتم فيها والله، بس يعني سبحان الله، يعني صرنا احنا بوادي، تعاليم الإسلام بوادي. يعني مرة رحت عم يعقد عقد لجماعة، القصة يمكن مش 10 15 سنة، فأهل العروس لا تعلمون كتب الكتاب وين بيصير؟ بيت العروس. ورحنا على بيته وقالوا انه يعني الشاب جاي طالب من عمكم، ما شاء الله حديثهم كلياته قال الله وقال رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم وفي نعم صحيح البخاري. قلت الله يهنيه على هالطبسه. نعم. قديش بدكم نقعد عمي؟ بدهم مليون متقدم ومليون متاخر. نعم يا رجل، فكرت ابو حنيفه ينعمكم بالبيت اللي انتم تربيت ابو حنيفه، كل الحديث كان مستمينه على قال الله وقال رسول الله، وبعدين طلعتوا مليون بمليون. يعني مجرد كلمتين بس المهم نحكيهم بالقعده، يعني صف حكي يعني بس هي هي. بيقول لك مثل اختها، ما بدنا نطلب شيء مثل اختها. قديش اختها؟ ولي على اختها. شو بقى الارقام الخياليه وشوف الاشياء التعبانه. اول شيء من عن موضوع الخطبه، لما الانسان بده يخطب، اوكي عيش والدي، لما الانسان بده يخطب سبحان الله بتلاقي يعني اما عن معرفه امه او اخواته البنات او هو شايفها او بنت حارته او رفيقته بالوظيفه، يعني من هون تجي الخطبه. والنبي عليه الصلاه والسلام اوصانا فاظفر بذات الدين تريضت يداك، لانه الجمال اللي بدور على الجمال بكره الجمال بيدبل. متى ما صارت المراه نعم بالخمسين سنه لسه على الزلمه، يعني لساته بشبابه بعزه، بتلاقيها راحت عليها، يعني جابت لها 4 5 اولاد، صارت تقوم على الاربعه على ايديها ورجليها هيك وهيك لحتى تتحرك، ولا فيها حيل ولا فيها شيء. اي نعم. وهاللون اللي كان عليها راح، صار الوجه اصفر، يعني الكبر ما بيخبي حاله. طيب الرجل يعني لسه في روح، يعني النساء سبحان الله، يعني بعض من الرجال بيشوفوا النساء شغله مخيفه، وخاصه اللي اكل لسعه، اللي اكل كم منهم. فبتلاقي انا عم مره رحت بدي صالح رجل هو وزوجته، بسم الله، فرحت لعندهم مشان صالحهم. اهل المراه قالوا لي شيخ ان شاء الله يعني ادخل صلح، يعني خلي يرجع. رحنا لعنده على البيت، والله ناله يا اخي الله يرضى عليك، يعني قال لي شيخ ما في مجال ولا تفتح القصه معي. طول بالك يا رجل، قال لي بزماني رحت على مصيف اكلت قتلي بالمصيف. قال لي لهلا اذا حدا بيجيب اسم هالمصيف قدام مني قال لي بتمسكني برديه بيرشكني. وهي قال لي نفس الامر، اذا حدا بيجيب سيرتها قدام مني بيجي لموت. طب ناله يا اخي روح شوفها اقعد معها. قال لي شيخ اللي ما بده يشتري الشغله ليش لا يروح يفصلها؟ أنا إذا بدي أشتري التلفزيون بروح مثلا على محل تلفزيونات بفصل قيمة وبحط بشوف الماركة بشوف السعر، بس إذا مالي شغل ليش لأروح؟ لكن منين ما أجيبه يسكر علي، منين ما أجيبه يسكر علي. ما بده الزواج كلياته، توبته عن الزواج. ففي بعض الرجال مثلا أخذوا بالبيتين اللي بيقولوا إن النساء شياطين خلقنا لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وفي ناس مثلا زوجته بنت حلال وعايشه وياها مبسوطين مروقين، فقالوا البيتين ان النساء رياحين خلقن لنا والكل يشتهي شم الرياحين. فاللي عنده زوجه بنت حلال وقايمه بواجباتها سبحان الله بتلاقي ايش، يعني بيقول لك الله يهنيك بشوف عزابي لك شو لهلا عزابي قاعد يا زلمه روح اتزوج، بينما هذاك شو بيقول له اصحك اوعك. اي نعم، طابوسه وقعنا فيها بلا ما توقع فيها انت الثاني.
فالإنسان بده يتزوج للجمال. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر لذات الدين، الجمال بيروح والمال بيروح. إذا ما حار شيء يعني ليه أنت بيتموا محار؟ بدهم يخلصوا. فمتى ما خلصوا أخذها على على مالها، راح المال، مدري شو مصفى على حاله، ما صفى مال. طيب والثالثة النسب، نعم بيزوج مشان نسبها. طيب هلأ متى ما كبرنا وين مين أهلها صفيو؟ مين أهلها؟ صفيت أنت وأولادك كنن أهلها. قال أي واحد فينا إلى زوجته مع السلامة وين بدها تروح؟ إخواتها بيحطوها يعني؟ ما بيحطوها. خصة بالأزمة شفنا كثير عن الناس كبت أهليها بالشارع ما رضوا يقتلون. زلمة كاي بالشارع باس إيدي، قال لي شيخ مشان الله مشان النبي ادعي لي. شو قال لي أمي وأبي كبوني بالشارع أنا ومرتي، ما عاد بالدنيا أنا، جينا نسكن عنده وقت ما بسكن عنده. مو ممكن هذا، وين كاتبينه؟ ما في مجال. فسبحان الله، نعم لا بيتم مال ولا بيتم عزوة ولا بيتم جمال. شو اللي بيصفى؟ بيصفى الدين، الدين ما بيخلص. صاحبة الدين دينها ما بينفع، ما بيروح يعني. بس للأسف عم نشوف تربية اليوم للبنات، نعم ما هي تربية إسلامية. معظم البنات بالبيوت ما بيصلوا، الشباب بتصلي البنات ما بتصلي، إما ملتهي نعم دراستها أخذي كل وقتها ما في مجال تصلي، أو ملتهي نعم بشغلات تلاقي الأواعي أو المكياج أو كذا أو شيء. الصلاة آخر اهتمامها، بتقول لها صلي، بتقول لك إن شاء الله لح نبدأ لح نبلش لح كذا، بجوز بلش يوم يومين رد تترك. ليش؟ لأنه ما في قاعدة. فبتطلع اليوم على معظم البنات، نحن ما عم نربي تربية إسلامية، نحن الحق علينا. هلا شوف هنا عمل اللي ربه، لما قال الشاعر إنهم بالنسبة للنساء، إنهم شاعر إبراهيم إنهم شو اسمه؟ لا ليس توقن حافظ إبراهيم، شو له؟ الأم مدرسة، حافظ إبراهيم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا، إذا أعددتها أعددت شعبا. مرة جابوناها نعم بامتحان الشهادة إنه شرح البيت هذا، معظم الطلاب بالشهادة ما عرفوا يشرحوا. الأم مدرسة إذا أعددتها، هي كلها واقفة عند إيش الأداة هي، إذا نعم الاستثنائية الشرط، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم لما الإنسان نعم تتربى تربية إسلامية، البنت بكرة بتنتج لنا جيل، بتخرج جيل ما في أحسن من هيك. شوف أسماء ذات النطاقين الله يرضى عنها، بنت أبو بكر الصديق الله يرضى عنها، جابت أولاد، أكبر أولادها كان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، أول مولود في المدينة المنورة. وفرحوا المسلمين كثير لما جاء هنا، نعم لما جاء المولود، لأنه سؤالوا اليهود أنه سحروا كل شيء إجا من مكة على المدينة، سحروا ما عاد يجيب أولاد. فلما جاءهم ولد وفرح فيه نعم النبي عليه الصلاة والسلام والناس والمسلمين كلياتهم، من تربيته له خرجته خليفة. ومصعب أخوه، مصعب الله يرضى عنه، ما كان في أفقه منه من فقهاء المدينة السبعة. نعم في عصر نعم الوليد من بتروا له رجله، قالوا نصيك شيء تغيب فيه عن الوعي عشان ما تحس نحن عم نبتر لك رجلك، ما رضي. تم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا عم شلوا رجله، قال ما حس، لا ما بدنا يعني تزودها تبهر الشغلة، قال ما حس انه عم شلوا رجله، حس لما حطوا لها بالزيت. ليش الرجل ما بيحس عليها؟ بيحس فيها. بس في ناس سبحان الله نعم يعني يعني تتحمل الألم، انه ما بايده، ما في طريقة ثانية. في واحد الشيء بشيء يذكر رجل عم طبيب اسنان، قال له اقلع لي درسي بدون بنج. اي نعم، اذا تألمت بدفع لك اجار القلع، واذا ما تألمت ما بدفع لك. تتألم اجباري، قال له بدي اقعد على الكرسي، اقعد اقلع له درسه وما تألم. السلام عليكم دكتور، كتب على الواتس اب على الفيسبوك انه اجى لعندي مريض ولعت له درسه وما تألم. في دكتور نفس الحي قال له كاد اجي اخذ ابره بنج عندي وراح ما عاد رجع. كان يفوت على عيادة الدكتور الثاني شارطه نعم لعله له درسه مو أخذ بريت بنج برا. هذول ما بحاجة للبنج، هذول أهل الله. فإن عم سبحان الله عبد الله بن الزبير سموه الفارس المصلوب، لما قتلوا الحجاج
اي نعم، وصلبوا جثة بلا رأس. فكان السيدة أسماء الله يرضى عنها عمياء بأسماء، فتمر وتتلمس ابنها وتقول: أما أنا لهذا الفارس أن يستريح؟ اي نعم، أن يترجل. فنزلوا بعدين، اي نعم، نزلوا الحجاج عن خشبة الصلب. مصعب، اي نعم، كان ما في الفقه لا يجارى ولا يبارى. لهم أخ ثالث، اي نعم، كمان كان بالنسبة له من أشد الناس شكيمة. شوف التربية شلون تلعب دور، لما بتخرج ابنك صاحب نخوة وشهامة. اي نعم، قتل مع أخوه عبد الله لما اي نعم في فتح مكة، قتل معه، اسمه المنذر. قالوا: كانت السيدة أسماء من أقوى النساء، خطرت معركة تبوك، خرجت مع المجاهدين على تبوك. نعم، نحن من بعثهم يصلوا التراويح بيخربوا الدنيا بالجوامع. فهيك الزبائن بصير بالجوامع، قد ما بيكبوا زبالة وقد ما اي نعم وضوجة ولوجة، وجاخدين معهم 4-5 أولاد، روح نضبي بيتك صلي التراويح ببيتك. نعم، فما عنا تربية للبنات كما يجب. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وين ذات الدين حتى الواحد يخطبها؟ ما بدنا دين احنا صور، ما بدنا دين قلابية ولحية وعمامة وتلاقي ايش عند الناس انضام وماشي بنوب نصب واحتيال وكذب. بدنا الدين الحقيقي. اجوا تنتين البنات مرة لعندي على الجامع لابسين جلابيب ومخمرين، اي والله، فعلى ضحك وسهصلة. لك بينزع صيت المحجبة هذول؟ لك قلت لك عم الله يرضى عليك يعني تنزع صيت؟ لا، ما لك شايف شو لابسين؟ شو بدي باللي لابستي انت؟ شو بدي بالاواعي اللي لابستيها؟ بدي المضمون، بدي الحشوة، بدي الجوهر. فالإنسان إذا بيعرف إنه الجماعة هذول متدينين فعلاً، مو من جماعة نعم الهص الهص العين العين، مو من جماعة إذا أجا ضيف نعم مباشرة إيمو 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 طفي التلفزيون طفي حطنا على أقرأ، وكان لك أنتوا عم تتفرجوا على الدق والغني والرأس، حطنا على أقرأ، يرن التليفون وقفوا لحد يرفع السماعة، نوس التلفزيون مشان ما حدا يسمع. حتى لما بيكون موتي بتلاقي اي نعم من ثاني يوم بيشعلوا التلفزيون، بيجوا قرايبين يطفوا التلفزيون لحد يشوفنا انه شاعلين تلفزيون يعيبوا علينا. طيب اذا بتشعله للاولاد مين جايب، مين جاي صوبك انت يعني؟ انا شعلته لاولادي بالنسبه لي. والله انا جبت التلفزيون بعد الحاح الاولاد، اولادي صار يتفرجوا عند الجيران عند الكواسر هذول التمثيليه والمدري شو اسمه الثاني غير الكواسر. الجوارح. بعدين مو مشكله، مو شغله حلوه انه يتفرجوا عند الجيران. لا لما تروحوا صار يزلوا على البيت لعند اهلي. شيلوا ابي لابني الكبير. كان ولد لسه ابني، اللي قالوا له لابوك حاش بلد سلبي وتلبسي، قال له روح اشتري لكم تلفزيون. اشتريت لهم تلفزيون غصب عني. اخذت لهم اياه هيك صغير ابيض واسود. بعدين لما كبروا جابوا لي شاشه بلازما. ألوانها غير شكل. بعدين أنا ما حدا يتفرج عليه. مين فيكم يتفرجوا بالبيت على التلفزيون؟ ولا حدا. إلا إذا بدنا نسمع الأخبار. أما ما تبقى كلياته على الفيسبوك والواتساب وإي نعم، كلياتهم قاعدين عم يفقسوا. طيب شو راح يطالعوا لنا جيل؟ شو هذول؟ اليهود يوم نشروه ببلادنا من أساسه قال بدنا ننشر ببلاد الإسلامية أدب مريض. خلي الشجرة يقطع أحد أبنائها. خلي نعم المسلمين بايدهم يحطموا تعاليم دينهم. والاساس بالام، لو الامهات في تربيه اسلاميه ما بيحسنوا علينا بحياتهم. شو قال نابليون بونابرت؟ قال انه اشد حصون الدول العالم الامهات الصالحات. اذا حسنا نكسر الحصون كسرنا ايش الدول كلياتها. يعني اليوم لما بشوف مثلا واحده مكيجه وعلى الموضه ولابسه بلا اواعي وعم تدفش عرباي فيها ولد صغير قدام منها، يعني بقول لحالي انه اي نعم، طيب هي لما تصير ست بكره شو بدي اقول لها؟ روحي لعند ستك شو اسمها اي نعم هذول من الاسامي اللي عم يلمعوا ويبرقوا. سوسو، روحي لعند هيك ستك سوسو. نحن بنعرف انه اي نعم ستي زينب، اي نعم، وستي الثانيه عزيزه. هيك كانت اساميهم.
كبروا وتمت أسميهم خديجة، وأنا بناتي سميت عائشة وسميت أنا أسماء. فيوم بيكبروا إذا صارت ست بيتم يعني اسمها يعني ظريف حلو، بس ما ميعنا الاسم، مو عائشة صارت عيشة وهو فاطمة صارت فاطمة، لا نفس الاسم من نادينا عشان ما يتحول الاسم لشيء نعم انه مو جيد. فلما الانسان بيخطب بيلاقي عيله مثلا فيهم دين بيفرح فيهم بيتقدم للخطبه. الخطبه اما بيكتب كتاب براني مشان فوتو تكون مشروعه وتقيم غطى راسها قدام منه، او انه نعم على الفاتحه، والفاتحه للتبرك ما لها علاقه بكتب الكتاب الفاتحه، فاتحه للبركه. يفوت مثلا بيشتر عندهم بالاسبوعين بثلاث اسابيع مره بحضور العائله مشان يصير حديث بينه وبينها. يقال انه احد الناس يمكن اجى قدام سقراط، اجى هيك نطوط قدام منه متأنق ولابس وكذا، فقال له تكلم حتى اراك، احكي مشان اشوفك. الاواعي ما بتعمل من بني ادم بني ادم. اي نعم.